حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن سيتوج مسجد ممتاتاتشونا أبيت مسجد بلات مهون بتملكتا عبرا عيايزا النال. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يجتنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والتطيب. سيتوج جماعة لمسجد مسجد موتاتي شلالو جماعة المساجد فيه شلالو جن بشرطنا قدما مسفرت الله ومسفرت من دنو سميت لك أسكسنا لفتنا لأن سامي شنو نقروتشن متعلبات قيطا قيطنا شتو نقروتشن. كلاتم نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح من ألو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تثلات أي غير متطيبات. يا الله بارياسي توتشن مسجد النفك الكراتشو يا الله نبيت الكراتشو شتو يالتك أبو سيهونو كبيتاتشو يوتوال. وقال بليل حديث في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث صحيح من ألو أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة من نيام سيت شتو يتكبات أطان يتكاتر سيت كنيا قال صلاة العشاء اندات تستفت انبي بلا كستفت وانجلنيا تونا لك مالتنا كستفت. وقال في الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو صحيح أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل من ألو رسول عليه الصلاة والسلام من يوم سيد شتو تقبتها ودى مسجد أتوى تأمل صلاتها تقباي الناس بين ورونجي تقباي الناس يلو اسكمتي حتى تغتسل اسكت التطب درس هل تطبت مستقرة صلاتها واقاي اللهم تقباي الناس يلو ونجل انيانات مالتنا. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم هو صحيح لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. سيتوتشون مسيرات كالكراتشو بيتاتشو بلاتهن ايال كبيتاتشو مقالاتشون خير مساجد النساء قعر بيوتهن كسيتوتش مسججابو تاهلو بلاتو يبيتاتشو قوادانا وبمالت رسول عليه الصلاة والسلام تناقروا على مالتنا قديه يهين يهال تلك درجة متاقين يومتشينا صلاة الجماعة بيتها سستقرنا مالت بتلي يزيه قداي صلاة الجماعة واتقلوا إيالو سيتوتي بفترة فتنة يلن فتنة فترة مصيبة وسك مقبات أنتم راسشن تساستش للوتشنم كما استاسات وانجل لاي كما تال تنكاكي مدرك يقبال بتلي بتلي لولاجوتشم يعدر ملك رمضان سيتوش تراوح بلو يوتو بيتاتشو مسجد يولت الله تشوال عدل ملسيت لوند بيت مسجد نوبلات من الله كنبي عليه الصلاة والسلام سلسة قنية مالتنا وتو بيسجد المسجد شكر يلوم ترونه جن سيتوش لاي كستنيات نكاكي مدرك اللبتنا لصلاة لا جماعة بلات وطلت سنت زمتي السرال سنت وانجلي السرال سوج لا الله كمو بميالك سبب الساعات ياهولو نقري الدرقال تفتنيات نكاكي مادرق يفعلقان أبيت أيد اللم سنو أبيت فرض راس بلاتنا حتى في مكة والمدينة رسول عليه الصلاة والسلام مدينة هنا ونهيني تناقروت من يهال تلك درجة عند الله من يهال تلك بوتا عند أسفل لاقي عنده هنا يا سيال مالتنا أبيت مسجد وجه وتا بزو فتنا كمفتر مالتنا. ليله كصلاة قامية زو صلاة الجمعة صلاة الجمعة حكمه بوندوش لاي واجبنا ولت ركعانا واجب مهون يميا ملكتو بركات تمر جاوش قالو عنده لثبتا لما تقوم أمكرا له نبي عليه الله عز وجل في سورة الجمعة ستنين آية لاي اندها لا يا أيها الذين آمنوا إذا نوبي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن أنت يا أمنا تشوي ولا صلاة الجمعة بتليه للتنيا وتري والسنينة يلو يو يمتوق أو تري أدان كتدرق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله ودما استوس ودى صلاة هيدو خطبا ودما دامت هيدو من أجر انت والا يهلن أنت بلاتنا ويمتاقو كهونا إلى الله. نبيهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من ألو لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. جمعان كمتو جمعان يميتو سوش جمعان كمتو لكتو يقبات شوالل لكتاق لكومو يقبات شوالل قال هنا قن جمعان كمتو ما يوقدوك هنا الله بلبات شوالا يشيق بات شوالنا كذنقوتي هنا اللو. سبحان الله قديه بتام كبادنا مالتنا انبي كتا... كالو
ምን ይሆናል ማለት ነው? ልባቸው ላይ ታሸገባቸዋል። አላህ ያሸገበት ደግሞ ማን ሊከፍትለት ይችላል? ሌላው مرجع اجماعنا اجماع كلهم علماء فقد اجمع العلماء على ان صلاه الجمعه واجبه صلاه الجمعه واجب لمهنو كلهم تسممتوا العلماء كدار اسكدار معناتنا جمعه درجه اعلى جمعه يوم مبارك عظيم القدر سيد الايام يقناتوت يقناتوت كله على قناه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وهو صحيح من قالوا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فهيك وطابت سؤلاته كله بلا تلت جمعة كنالو لمن آدم تفطر بتال كجنتهم يورد بت كنالو وفيه تيب عليه توبة تدرق بتم كنالو لسو وفيه ما يموت بت كنو وفيه تقوم الساعة الساعة جزان كنو قيامة مكمال وفيه ساعة فجمعة كن ساعة لا لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياه ياتي وني الساعة التي من يوم مسلم إيه سجد دعاء يدر جنبزا الساعة لا الله دعاء يدر رقا أي قدمهم الله عز وجل من لاش بستونجي يا قدام كتيك بأموال الله تنجي أي كرم بمالت نبي صلى الله عليه وسلم تنقران سلزهم صلاة الجماعة وصلاة الجمعة بتعام تنكر رأي هنا أجر يالله فضل يالله نونه أي الفلق بلو يتبه لكبات عدقنا لكبات قطات يقلت علينا تنكاكي مدرقين وربنا لنا